وزير الثقافة والتراث التاريخي والسياحة والحرف اليدوية أباكر روزيتاغي يحل ضيفا على معرض حملة إقرأ في موسمها الثامن الذي وضع تحت رعايته هنا بقصر الفنون والثقافة بهدف تشجيع القائمين على المعرض. وقد انتهز الوزير الفرصة لزيارة مختلف أجنحته التي تفوه منها رائحة الكتب المختلفة، أدبية كانت أم قانونية أم سياسية وغيرها، ليؤكد بعدها الوزير على أهمية الكتابة والقراءة. يعني لازم تقري كتاب، ده الشغل بين مهم، وانتوا اخواننا السرتو الشباب اللي نشوفه ما شاء الله كثيرين قاعدين، وامهاتنا اخواتنا والناس الكبار في السنين، كل كتاب ده مهم. دونك عشان ده نقولوا اقروا كثير، والسرتو ما توروا انه عربوفون وفرانكوفون. المنسق العام للحملة عبد اللطيف علي هيسن شكر الوزير على رعايته الكاملة للحملة وزيارته للمعرض وتشجيعه للقائمين عليه، وأكد بأن رسالتهم ترمي إلى دعوة الجميع إلى ضرورة القراءة والكتابة. هذا وقد حظي الوزير بتكريم من قبل القائمين على الحملة نظرا للدور الكبير الذي قدمه للحملة نسخة هذا العام.